عشت معاها الحياه. انا عندها نعم احنا هنا في خدمه الكنيسه المباركه دي من سنه 81 او اواخر الثمانينات. انا لما جيت هنا كنت بكمل تعليم، كنت اخذ 4 شهور وارجع للدير عشان اكمل تعليم. الكلام ده كان في حياه المتنيح سيدنا امبامير وطبعا كان سيدنا أمبامينا بيعاملنا معاملة الأب لأبنائه، وكنا عايشين معاه عيشة حلوة زي الفل تمام. كنت أنا أقضي 4 شهور هنا في الخدمة، وكنت أكمل تعليم في الدير المحرك. الكلام ده هو في الثمانينات، 81 في أواخر الثمانين وبداية 81. وأنا بعد كده لما جيت كان لما كنت اخذ 4 شهور وامشي، كان يدينا يعني كان الوقت رخيص وكويس، كان يدينا 25 جنيه مرتب شهري. 25 مرتب كان يقول لي انا هحوشهم، احنا بناكل ونشرب مع بعض، يعني مع الراجل مع الزوج بتاعه والاحترام والانسانيه. يعني ما قاليش انا باكلك واشربك، لا قال احنا بناكل ونشرب مع بعض. فهو كان يحوشهم لي، وبعدين لما اجي اروح عشان اقول له انا مسافر الاسبوع الجاي، كان يقول لي شبيك، اد المعلم 100 جنيه. مسافر تروح كنت فين يا معلم؟ كنت بروح دير المحرك اكمل تعليم. ولما جيت هنا بعد ما كملنا التعليم فقال لي مكانك ووصلت. فكان قبل مني واحد اسمه المعلم عزوز عديد واصل. وقلت له يا سيدنا المعلم عزوز قاعد، وانا مش قد كنيسه الملاك، المكان كبير علي. فهو قاعد يضحك معايا، قال طمنتك ليه؟ قلت له انا عشان اهرب من الخدمه والمسؤوليه الكبيره، قلت له انا البضاعه اللي عندي على قديم شويه الحن اللي حافظهم قليلين. قال لي نعمه وفضل، وانا مش مطالبك اكثر من انك تدي الخدمه بضمير، وربنا يديك ويعوض خير. جاء لما كده هو جيت واستقريت، والمعلم عزوز توفى، فقال لي مكانك وصلت، كررها لي تاني. قال لي مكانك وصلت. فطبعا انا قلت له معلش يا سيدي حللني واعفيني، المكان كبير علي. قال لي لا مش كبير، ما انت كبير. بعد كده عشت كده هو لغايه لما ربنا اراد حصل النصيب، حصل الزواج، تزوجت. سنة كم عمرك؟ يعني تزوجت حوالي يمكن زي 86 كده هو. 86؟ زي 86. فهو كان ايه؟ كان هو موجود ونزل ترأس صلاة الأكليل، بدأ بصلاة الشكر، وبعد صلاة الشكر قال للآباء توصوا بيه. وكان من الاباء الموجودين المتنيح ابونا تدرس، والمتنيح ابونا يعقوب، وكان المتنيح ابونا كرولوس اللي هو كان وكيل المطرونيه اللي هو كان اساس المسواج. وكان الموجود برضه كان معانا عايش ربنا يديله العمر، ابونا ارمي نعيم كاهن كنيسه ماري جدس بجد. ده العيشه مع سيدنا امبامينا، وبعشت معاه من اول اواخر الثمانين او بدايه الواحد الثمانين حتى 2002. هو اتنيح سنه كام؟ 2003. يعني انا عشت معاه لغايه 2002، 2000 وقبل ما تبدا 2002. المهم انا قعدت عايش معاه لغايه لما هو راح الملاك الشرقي، وانا رحت له مرتين. قول يا معلم، هو سيدنا الأمبامينا سافر معك اول سفريه للدير دير الملاك؟ انا سافر كنا راح المناهي. ما هو سافر الدير يعني بعد فتره من يعني في يمكن في يمكن في نص الف يمكن معلم المشاهدين يعني يمكن في نص 2002
يمكن في نص، انا مش متاكد كويس بس تقريبا في نص 2002. انا لما رحت له دير الملاك كان معايا واد من اولادي كان تعبان، فانا بقول له ايه للواد عشان يروح، فقال ده بتعرفه، فقلت له سيدنا بلد. على ثاني يوم او اخر اليوم نفسه مش متذكر بالضبط، الواد توفى. كان هو الولد ابني كان اسمه فارس كير الكريم عشان الله عوض، كان مولود بالكانسر، كان مولود بالسرطان، واختارت العناية السماوية. طبعا ده مش ترتيبي انا، ده ترتيب رب. لما انا رحت بعد فترة تاني فبيقول لي خلفت كام عينة، قلت له ما الواد مات، قلت لي ده بتعرفني، قال انا قلتك ولا شفتك، واحنا طبعا عارفين كان سيدنا يهرب من المجد الباطن، فقال لنا ما شفتكش ولا ما شفتكش. طيب الله يهديك. بعد كده هو بعد كده راح ربنا مديني يسا ومديني دميان يسا، حاليا في سنه ثانيه، راح سنه ثانيه صنايع المنشاه، ودميان هي موجوده هتروح سنه خامسه ان شاء الله في مدرسه عمر بن الخطاب بقريه الزهر. طب قول يا معلم، طب كان يعني سيدنا يعني كان ايه هنا يعني جنب مين؟ ماله؟ يعني كان معجزه معموله وهو عايش. كان معجزه مصنوعه، كان معجزه مصنوعه ومعجزه ظاهره زي الشمس وهو عايش برضه. وكان ليه برضه في موهبه اخراج الشياطين، وكان ليه برضه في موهبة شفاء المرضى. وبعدين لما قعد فترة كده هو كان لما الناس يتكلموا عنه بموضوع شكر ولا كده كان يحاول يتهرب من المديح، يتهرب من المديح. ده في نص خدمته، فقبل في نص خدمته بقي يعني كبر، وبقي يعني برضه اللسان مع كبر السن في الكلمات. بس احنا كنا لما نقول له دعينا يقول ربنا معاك وربنا يعوضك كل خير. بعد كده لما جاء مشى هو دي قدس ابونا ماكسيموس الانطوني معانا فتره، بس برضه كان يروح يزور. وبعد كده لما جاء طبعا وقت النياحه 2003 كان يوم جمعة، كان موافق 7/11، فهم كان موجود معانا، كان موجود معانا يصلي المتنيح أبونا مكاريوس فارس. فأنا من بداية تيشوري والهتنيان فأنا حسيت إن يعني زي ما تقول كده قلبي بيدق كده وبقي مرة، والحياة ما بقتش طبيعية معايا. كان ليه؟ انا حسيت كده بنياحة الرجل. فبعد كده الاباء بعد الرسائل والعظه كانت سريعه برضه، فيوم الاباء بيصلوا القداس كان سريع شوي، فالشماس الله ينيح روحه، الشماس الاستاذ مشيل عزيز يس قال لي امال الاباء هم بيسرعوا في القداس ليه؟ قلت لا ما وراهمش مصالح، ده اكيد في خبر مش حلو من مصر. مين من مصر؟ ما هو كان تنيح في مصر هو. وبعد كده ايه؟ بعد كده جه قدس ابونا اثناسيوس يقول المجمع. ابونا اثناسيوس الحالي. يقول المجمع. وبعد كده بعد ما احنا قلنا بركاتهم وبدا يقول الترحيم الله ماي نيم اوني بنب شويس، بدا قلبي يدق زياده وبدا بقي يمرر. والقداس ده كان يوم جمعه. يوم جمعه. وعندما يذكر يا رب نفس أبينا مثلث الرحمة، مثلث الرحمة المطران الأنبمينة، فأنا رحت كده اتكلمت بصوت هادي مع الأستاذ ميشيل، قلت له شفت اللي أنا قلت لك عليه؟ قال لا أنت واخد بالك. فكان يوم نياحته يوم كان يوم عجيب وكان يوم غريب، وفي نفس الوقت كان يوم بهيج للسماء وفرح للملائكة، بس كان حزن علينا احنا. بس احنا نشكر الله ونحمد فضله
نشكر الله ونحمد فضله، عوضنا عوض كبير. ربنا بعت لنا سيدنا أنبا مرقوريوس، ربنا يبوس عمره ويدوم حياته ويدوم كهنوته يا رب، ويثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سلامية مليئة. أمين. ودائماً هو حضرتك جيت خدمت هنا سنة كام؟ أنا ما قلت لك في بداية الموضوع، يمكن في أواخر الثمانين، في أواخر الثمانينات أو بداية 81. طب وسيدنا الأنبا مينا؟ مات. ادالك التوجيه متى واسمك سنة كام عشان توضح احنا الشروط؟ احنا كنا بنكلموه أنا وعم فايز الله يرحمه. فايز عبد المتجلد يدرس، كان الشماس الدياب، فكان يقول لي ما تخافش في اي قداس هندي لك رتبه الشماس. وجاء مره من المرات في يوم حد شعانين، فكان معايا الاستاذ مكرم مات رسل، فقال لي انت صايم؟ قلت له ايوه. قال طب جهز نفسك عشان ايه؟ هنخلي سيدنا يرسمك شماس. فقلت له طب انا ما قلت له، ما عندوش خبر هو عشان يزعل. قال لي انت مالك بكده؟ فهو كان في اليوم ده كانوا اللي هم قدموا لصيامة الشمامسة يعني 54 شماس، وانا كنت كملت 55. فلما قال لي ندعوك يا فنان، انا الوحيد في اخوات الشمامسة اللي قال لي ندعوك على كنيسة الملاك ميخائيل بجرج، يعني كل الشمامسة اللي كانوا قبلي كانوا يقولوا ندعوك على كنيسة الله، ولكن انا نعم اللي ربنا مدهاني ما استاهلهاش. قال لي ندعوك يا فلان شماس على كنيسة الملاك ميخائيل. فأنا قلت لعم مكرم بعد ما درست، قلت له يا مريم، وأنا كنتش متوقع النعمة اللي تحل علي مرة واحدة. فقال لي لا، أنا طالما وعدتك وقلت لك هقول لسيدنا خلاص. جاءت بعد فترة عم فايز والشمامسة كانوا قعدوا مع سيدنا بامينة وقالوا له فينا ناس سيدنا عاوزين ياخذوا بركة نيافتك وياخذوا الرتبة الابدياقونية. احنا لما سيدنا بامينة ادانا الرتبة الأولى ادانا غنسطس الرتبة الثانية، ما هم رتب بسلطس وغنسطس ابدياقون ودياقون وأرشي دياقون، دول خمسة. فالأولانية لما سيدنا اداني رتبة شماس في الأول اداني غنسطس، بعد فترة لما جو الشمامسة فقال في ناس عاوزة تاخذ الابدياقونية، فراح عمي فايز الله يرحمه كتب اسمي. فقبلها بيومين ميل عليا كده واحنا ماشيين في الشارع قال لي خلي بالك خليك صايم يوم الأحد اللي جاي. مش فاكر السنة بس كان يوم حد. فقلت له ليه؟ قال انت ايه هتاخد رتبة شماس ابدياقون؟ فقلت له الكلام ده انا ما استاهلش، تشاورني مش تقول لي. ما هو اداني رتبة شماس غنسطس والحمد لله، هي 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 البنت تقول لابوها جوزني عاوز اكلم، انا لسه مخطوب تم الاكليل مش لما تمتحنوني. قال احنا امتحناك كده وزي الفل. فانا اخذت رتبة ابدياقون وخدمة مشت وزي الفل تمام التمام. زمان كده هو كان هنا في حرارية فش هنا، فقلت له يا سيدنا صلي لي الحرارية دي مش عاوزة طول وانا جايبه له سخونة ومش عارف اصلي كده. قال لي معلش، قاعد يضحك معايا وقال لي معلش دول شوية خطيئة صغيرين بس هينزلوا دلوقتي. وانا ماشي كده مش واخد بالي حد بيكلمني، وانا لما واخد بالي فبميل كده اتسطيت في عمود السلطه جت هنا، فتلاقيت حاجه نازله على ايدي. دم؟ لا ده مش دم، ده حاجه يعني معلش عاوز اكمل مده وكلام زي كده. تلاقيت يا رب انا عرفت ولا ايه، بدوس عليها كده فتلاقيت حته كده هو زي غليت الذره الرفيعه راح اتفضى من الحته دي، والحمد لله دي معجزة طبعا. من فترة حوالي 15 عام كان لي ولد موجود اسمه سيف،
حاليا في الجيش. جيل جرجع هنا مع سته وتلم عليهم واحد بلطج قال لهم انا عارفكم وغادين علي وابنكم يلم علينا الشقق ولم زي كده، فاديني الخاتم ده هو عشان اجيب زيه للست. فطبعا الكلام ده بكلمكم بعد اني اعتر سيد سيدنا نبوي. بعد كده هي بعد كده الرجل قال لي يا ست الولد هيجيب، قال لي هجيب الخاتم من الرجل. مشى معاه وراح الراجل ركب العربية وساب الولد في حتة. الولد كان صغير ما يعرفش حاجة. والدتي جت كده قالت سيف ما جالكش؟ قلت لا ما جاش. راح فين؟ قالت لي الراجل. حكت الحكاية. قلت طب روح انت عشان اقول كبير عصبي شوية، لحسن اتكلم معك كلام شديد لان اقول ضعف. وبعد ما بعد كده رحت اعلنت في الاذاعه المحليه. بعد كده رجعت، كان ايام كنيسه ابونا عبد المسيح الكنيسه الصغير، فرحت انا قاعد كده هو سجدت بين الاثنين وقلت لهم ايه الولد هيضيع مني بكره الجمعه، لو الولد ما جاش مش هصوم، مش هصوم، يعني انا هقعد بينكم انتوا الاثنين واكل سندوتشات جبنه وبيض. وكان عجبكم على كده. يعني عتاب، بس عتاب محبة، بس هو كان عتاب شديد قوي. كنت بتكلم مين يا معلم؟ كنت بكلم المتنيح الان بمينا وابونا عبد المسيح. وبعدين ايه؟ وبعدين شوية كده هو راح اتصل بي ابن الكبير، فقال لي يا بابا الحمد لله تلاقينا اخويا الراجل، الراجل سابه عند السنترال. فدي كانت معجزة برضه، وانا كاتبها حاليا في كتاب المعجزات. الكلام ده هو موجود، كاتبه الاستاذ الفاضل الاستاذ مجدي جراند كورلس. الاستاذ مجدي مين هو؟ الاستاذ مجدي جراند كورلس محامي، كان هو زمان ماسك المكتبه دي. فلما حكيت له المعجزه دي فهو كتبها، يمكن تتلاقوها في كتاب القلب البصير، موجوده المعجزه. حتى ابني اللي هو حصلت معاه المعجزه بيقول لي يا بابا انا عاوز الكتاب ده. قلت له يا ابني انا حاليا مش لاقيه، تقريبا خلص حاليا، حاليا مش لاقيه، مش عارف حاليا المكتبه جابته ولا لا، لكن انا حاليا يعني انا دورت عليه من حوالي 4 5 شهور لا ما كانش موجود، ما كانش موجود. لو حد تلاقاه الكتاب ده وتلاقى المعجزه دي يقرا هذا وانا اوضح زياده. هذا عشت مع الانبا مين واللي انتوا عاوزينه بعد كده. طب انبا مين كل معجزات، كل معجزات وهو عايش وهو متنبي. من المعجزات ان الناس بيجوا من الاخوه القريبين والاغراب يزوروا المزار بتاعه هنا في جرجا اللي هو تحت كنيسة أبونا عبد المسيح، وبيعمل معاهم معجزات، ومعجزات ما لهاش عدد، كان معجزات كثيرة جدا. وكنت أنا لما كان عايش كنت أقول له ادعي لي أنا خايف لأحسن ما ينفعش في المكان، قال لا هتنفع بس خد بالك. كان يوصيني وصية يقول لي خد بالك عشان تعيش عندنا هنا تشتغل أعمى أطرش أخرس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده هو لا أسمع لا أرى لا أتكلم. يعني رحت يعني قعدت مع جماعة حكوا لك حاجة من أسرارهم، حاجة تعباهم، حاجة كده، تصلي وتعمل لهم تمجيد بس ما تطلعش السر بتاعه. اثنين لما قال لي حاجة برضه، لما أنا أزور حد في بيته لازم أدخل عليه وأنا بوش مفروض حلو. قال لي الناس مش ناقصة حزن والناس مش ناقصة كبت، فأنت تيجي داخل أنت مكبوت، وممكن تتلاقى الجماعة اللي في البيت اللي هتزورهم هم حاجة مزعلاهم،
فما تبقوش انتوا الاثنين على بعض. حاول انك انت قد كده تكون فرح اجتماع الحزان. وقال لي بالنسبه للاطفال الصغيرين شمامسه وخدمه ومدرسه حتى لازم تكون اب ليهم. طبعا. وقال لي كمان تهدي الوكيل. وقال لي كمان جماعه اخوه الرب وجماعه الارامل وجماعه الغلابه لما تيجي تتقابل معاهم او تزورهم في الاماكن بتاعتهم حاول انك انت ما تحسسهمش انك انت عالي عليهم. لازم تكسر البركه معاهم في البيوت عشان هم ما يحسوش ان هم منبوذين ولا يحسوش ان هم عشان احنا اخوه الرب فلان ده قرفان منينا. لازم تكسر البركه. وانا نشكر الله ده حليم بنفسه من زمان من عهد ابي وغدرك انا ما غيرتش ولا حاجه. ناخدوا فاصل وهنكمل هنوريكم الموضوع بتاع سيدنا نمبر لينا. انا واحنا والمعلم جاب.